مشاهدينا الكرام، متابعينا الاعزاء، انطلق قبل قليل شوط ما قبل الختام. إذن شوط ما قبل الختام بانطلاقة هذا الشوط الخامس عشر بتعداد أشواط الفترة المسائية. أول المراكز زيارة، مع هذه الزيارة الجميلة، الزيارة الخفيفة والطريفة من شعار هجة الشحانية والمضمر سلطان بن محمد الوهيبي، من يقدمها بعملية التضمير. المركز الثاني من تحمل رقم 2 المتواجدة على المرتبة الثانية، شواهيد، المجموعة من الشواهين الجارحة بانطلاق الثاني المراكز. تعود الملكية لسعادة الشيخ خليفة بن محمد بن خليفة الثاني، المضمر سالم بن صبيح العويسي. المركز الثالث تواجد منصورة لهجن الشحانية، سالم بن فاران المري، من يقدم لنا منصورة مع المركز الثالث. المركز الرابع أتابع من الجانب الأيمن، من انطلقت بهذه اللحظات وتقدمت مصيحة، تعود ملكية مصيحة لهجة الشحانية، يديرها بعملية تضمير سالم بن فاران المري. والمركز الخامس تتواجد شهبار، شهبار تعود ملكية لهجة الشحانية مع المضمر جابر بن سالم بن فاران المري. هذا هو النداء الأول للأسماء الخمسة المتواجدة بانطلاقة هذا الشوط، مع مسيرة الأسماء الكبيرة والمتواجدة. جميع الأسماء مقتربة من بعضها البعض بهذه الانطلاقة المميز، مع أول 2 كيلو انقضت من مسيرة هذا الشوط. أعود بحضراتكم إلى الصدارة وإلى زيارة من تقدم لنا الإثارة مع أول المراكز. تعود ملكية زيارة لهجن الشحانية والمضمر سلطان بن محمد الوهيبي، من يديرها بعملية التضمير. المركز الثاني أرى هذه المنطلقة منصورة، وأتابع هذه اللقطة الجميلة وهذه الصورة التي ترافق منصورة مع المركز الثاني. تعود ملكية لهجن الشحانية المضمر سالم بن جابر بن فاران المري. المركز الثالث التقدم من قبل شهبار، شهبار من تنطلق مع أيضا تقالص الأمتار. تعود ملكية لهجن الشحانية والمضمر جابر بن سالم بن فاران. برفقتها من الجانب الأيمن تواجدت مصيحة لهجن الشحانية مع المضمر سالم بن فاران المري. المركز الخامس التواجد من قبل صوغة، هذه الصوغة الثمينة والصوغة الغالية. تعود ملكية سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، يقدمها المضمر فهد بن حسين النعيمي. أو هنالك من تتواجد بهذه اللحظات، عفوا، تنطلق شواهين، شواهين لسعادة الشيخ خليفة بن محمد بن خليفة الثاني والمضمر سالم بن صبيح العويسي مع المركز الخامس. إذا هذا هو النداء الثاني للأسماء الخمسة المنطلقة والمتواجدة. انتصفت مسافة هذا الشوط، انتصفت مسيرة هذا الشوط، تبقت 3 كيلومترات عن ناموس هذا الشوط وعن التتويج بهذه الانطلاقة. لنتابع هذه المسيرة الجميلة، نتابع هذه الانطلاقة المميزة. لنعود مجددا إلى أول المراكز، وكلما عدت النداء أتابع زيارة مع الصدارة، مع المقدمة مرافقة لهذه الإثارة ولهذا العرض الجميل. تعود الملكية لهجة الشحانية، يديرها بعملية التضمير سلطان بن محمد الوهيبي. عادت منصورة إلى المركز الثاني لتراقب أوضاع الصدارة، لتضغط على المقدمة بانطلاقتها. تعود ملكية منصورة لهجن الشحانية، يديرها بعملية التضمير سالم بن فاران المري. المركز الثالث وصلت بهذه اللحظات، انطلقت من تحمل رقم 3 ومن تتواجد على المركز رقم 3 الطيارة. الطيارة بدأت تحلق مع الأسماء الثلاثة المتقدمة، مع الثلاثية الجميلة، مع المثلث الناموس. تنطلق الطيارة بشعر هجة الشحانية مع المضمر محمد بن خالد العطية. المركز الرابع من الجانب الأيمن شعر هجة الشحانية مع مصيحة، تعود ملكيتها لهجة الشحانية بالفعل والمضمر سالم بن فاران المري. وخامس المراكز تتواجد بهذه اللحظات
شهبار لاجل شحانيه مع المضمر سالم فاران المري. هذا هو النداء الثالث للاسماء الخمسه المتقدمه والمتواجده بمسيره هذا الشوط، وما تبقى هو نداء واحد للاسماء الخمسه، ومن بعد ذلك ندخل اجواء الكيلومتر الاخير مع التحليق المميز، مع التحليق الرائع الذي دائما وابدا نتابعه من شعار شوارد هجه الشحانيه، مؤسسه هجه الشحانيه، امبراطوريه هذا الشعار الادعم، وانطلاقه الاسماء الكبيره، اسماء مميزه ترافقنا بهذه الانطلاقه الجميله. اول المراكز، اول المنطلقات، التواجد من قبل زياره، ما زالت زياره قائده الاسماء، يبدو بان زياره هي صاحبة هذا الشوط إن لم يكن هنالك رأي آخر من الأسماء المتواجدة. زيارة الهجة الشحانية مع المضمر سلطان بن محمد الوهيبي. المركز الثاني تتواجد منصورة لهجة الشحانية مع المضمر سالم بن فاران المري. ثالث المراكز ما زالت الطيارة تتمسك بهذا المركز لهجة الشحانية مع المضمر المشاقف العالمي بدوره وبانطلاقته وبمشاغبته في هذه الفترة المسائية. الليلة شاغب المشاغب مع انطلاقة سن الإجذاع مع الإمتاع الجميل. المركز الرابع أتابع شهبار بدأت تنطلق لتنضم مع الأسماء المتقدمة الهجة الشحانية مع جارب سالم بن فاران. والمركز الخامس تتواجد السمحة أو مصيحة الهجة الشحانية مع سالم بن فاران المري. دخلنا أجواء الكيلومتر الأخير بدأت الأسماء تزداد من سرعتها وبدأت ترتفع درجة حرارة هذا الشوط، وما زالت مع الصدارة زيارة. الله يا زيارة، زيارة 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 ما زالت تقدم الإثارة مع المركز الأول ومع المقدمة والصدارة. زيارة تعود الملكية لهجة الشحانية العملاق سلطان بن محمد الوهيبي، من يقدم لنا زيارة مع المركز الأول تابع يزدع بهذه الانطلاقات الجميلة. المركز الثاني تواجد منصورة لهجة الشحانية مع سالم بن فاران المري. وأيضا انطلقت شهبار مع تغارس الأمتار تتقدم مع المركز الثاني لهجة الشحانية. جابر بن سالم بن فاران من يديرها بعمل التضمير، وأيضا أرى الغدوم من الطيارة، حلقت الطيارة، انطلقت بشعر هجة الشحانية مع المضمر محمد بن قاضي العطية، ولكن أعود مع التحليق، أعود مع زيارة، زيارة مع الصدارة، زيارة ومصيحة، مصيحة وزيارة، زيارة تنطلق مع الصدارة، تنطلق مع الإثارة، مع المقدمة، مع شعار هجة الشحانية، يقدمها العملاق سلطان بن محمد الوهيبي. هذه هي زيارة غادت مجريات هذا الشوط حتى خط النهاية وأعلنت النافوس، وأيضا عانقت خط النهاية وعانقت التتويج. التالت تبارك الهجة الشحانية، والثاني سلطان بن محمد الوهيبي. المركز الثاني مصيح الهجة الشحانية. المركز الثالث كان الوصول من قبل شهبار الهجة الشحانية. المركز الرابع الطيار الهجة الشحانية. المركز الخامس كان الوصول من قبل شوهين لسعادة الشيخ خليفة بن محمد بن خليفة الثاني. إذن مشاهدينا الكرام، متابعينا الأعزاء، نتابع التوقيت الزمني. هذه هي زيارة 9:35، 9:38، 72 جزء من الثانية. الثاني تبقى الهجة الشحانية، والثاني موصول المضمر سلطان بن محمد الوهيبي. المركز الثاني مصيحة، 9:39، 42 جزء من الثانية. الثاني تبقى الهجة الشحانية، والثاني موصول المضمر سالم بن فاران المري. المركز الثالث كان الوصول بن غبة شهبار، 9:39، 64 جزء من الثانية. الثاني تبقى الهجة الشحانية، والثانية موصولة المضمر جابر بن سالم بن فاران المري.